الله تبارك أسماؤه على عباده الصالحين فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. ما أجمل هذه الأوقات وما أحلى ساعات السحر إذا خلى العبد بمولاه للذكر والابتهال وللدعاء والمناجاة والتضرع والرجاء. ردد أيها الأخ الحبيب، ردد اسمه المبارك وتضرع إليه. الله لو قلتها تهتز أعماقي، الله تزداد أشواقي، الله لو قلتها يجري صبا قلبي وتبرأ الروح من يأس والإحباط. أيها الأحباب، حتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، أبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين. لا إله إلا الله، لا يا رب عفوك ورضاك.
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيم صلاة السيدة زين. صلاة محمد
لزمت باب أمير الأنبياء وعبد لزمت باب أمير الأنبياء وعبد يمسك بمفتاح مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب بمدحك بعيدا لي انتسابا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا ملاح في الأفق نور كوكب صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم صلوا على النبي. صلوا على النبي.